بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش بالفيديو الخامس أعتقد. راح ناخذ الفيديو هذا عن جملة الـ if else، بما أن أخذنا آخر فيديو عن الـ if وخلصناها، حناخذ الفيديو if else و if else if و nested if و ternary و switch، حيكون موضوع الفيديو هذا. بسم الله نبلش فيهم. إحنا أخذنا آخر مرة جملة الـ if وحكينا هي جملة شرطية، أنا بعتمد على شغلة على شرط يتحقق لحتى أنفذ عملية معينة، سواء كانت عملية جمع، ضرب، قسمة، عملية طباعة، عملية إدخال، بغض النظر أي شيء. كان مثالنا آخر مرة مثلاً F X أكبر من 50 مثلاً، كان هذا المثال عندي see out passed ناجح end L وانهي. طبعا مش ندخل قيمة x، فبنعمل integer x وخلي المستخدم هو يدخل x، وهيك بتكون البرمجية بتشغل 100%. مثلا لو دخلت له 60 حيطبع لي باس، لو دخلت له رقم اقل من ال 50 عفوا او 50 وتحت هون، لان انا مش حاط 50 او يساوي هيك، اكبر من او تساوي 50 تعدى الحل افضل صار. يعني في الحقيقة لو حطيت له 50 يعطيني ناجح، لو اعطيته 40 حيعطيني ولا شيء. طب افرض انا بدي احكي له انه اذا كانت العلامه تحت ال 50 طبعا انه راسب، تمام؟ شو لازم اعمل؟ انا باجي بكمل على جمله الاف، شيء بتبع على جمله الاف باجي بحكي له إلس، يعني اذا كان هيك اعمل لي كذا، غير هيك اعمل لي شغله ثانيه اللي هي جمله إلس غير هيك. يعني إلس مثلا سي اوت، ننزلها مشان يكون ترتيب افضل. إلس طبعا بصير انه انا احطها هون مباشره بعد الالس او انزلها، وانا بفضل تنزل مشان تبين كعندك الجمل. سي اوت فيل فيلير فيلد اي شيء اند لاين وانهي. فنيجي انا بدي ادخل له مثلا رقم 50 40 حيطبع لي فيل على الشاشه. ليش؟ لانه انا حطيت زدت على جمله الشرط جمله الالس. نكمل على جملة الالس. طبعا جملة الالس بنعملها زي معاملة الاف، يعني تاخذ اول جملة فقط ما بعد الالس. يعني لو طبعت لها سون حكيت له سي اوت عبود، مش حيعمل حينفذها بغض النظر عن الشرط تحقق او لا. يعني بغض النظر حطيت له انا 60 كانت علامة ناجحة راح يطبع لي عبود، ولو حطيت له 40 حيطبع لي برضه عبود. ليش؟ لانه جملة سي اوت عبود مش تابعة على جملة الالس، بدي اياها تتبع لها. بعمل اقواس مجعدة هيك فقط في حالة الالس الراسب يطبع لي عبود، في حالة النجاح مش حيطبع لي اياها، 50 مش حيطبع لي عبود. وهون بالعادة أصلا حتى لما اكتبه لما يكون سطر واحد برضه بحط مقاس مجعدة، أفضل إلي يعني أنا بميز وين حلي هاي الحالة، واللي بصحح وراك بميز أفضل، يعني بيكون أوضح وترتيبها أجمل للنظر. نشوف الدرسية عن جملة الاف. طبعا زي ما حكينا الاف مع الكونديشن الشرط بنفذ لي شغله ستيتمنت، بغض النظر قلنا شو الستيتمنت، سي اوت، عمليه تغيير بالارقام، عمليه جمع، ضرب، اي شيء. إلس ستيتمنت 2 تمام؟ غير هيك اعمل لي شغله ثانيه. طبعا قلنا راح ينفذ بس اول ايش؟ اول شيء ما بعد جمله إلس، وراح ينفذها في حاله ما تحقق الشرط اللي فوق، في حاله الشرط هذا ما تحقق راح ينفذ لي الإلس مباشره شو ما كانت. يعني اذا كانت الجواب فولس للكونديشن حيعمل لي الالس، احنا لما كانت الاف لحالها اذا كانت فولس مش حينفذ شيء، اما هون الالس حينفذ الفولس. زي ما قلنا انتجر اكس يساوي 20، اذا الاكس اكبر من 10 طبع لي هاي، غير هيك طبع لي باي. الاكس اكبر من 10 نعم حيطبع هاي، لو كانت اقل حيطبع لي باي. الشرط هذا نفس الشيء مهمش. طيب عندما يقوم بفحص الشرط يجد انه فولس، انساها تكمل المثال قبل. ملاحظات هامه، لا يجوز وجود جمله تفصل الاف عن الالس كما في المثال التالي. حلو، يعني انا جيت حكيت له انتجر اكس يساوي 2، اف اكس اكبر من او عفوا اف اكس اكبر من سالب 6 سي اوت اي اند لاين سي اوت بي اند لاين، بعديها حكيت له الس، ما بيزبط. تيجي جمله فاصله ما بين جمله تنفيذ الشرط اللي هي هاي لما تنفذ الشرط كانت ترو، وجملة الالس ما بصير شيء يفصل بيناتهم، بيعطيني غلط. تمام، بيعطي هذا البرنامج سوف يعطي خطأ من نوع سينتاكس ايرور. طبعا انا حكيت في انواع اخطاء، قلنا سينتاكس ايرور
في نوع ثاني اللي هو اسمه اللوجيك ايرور. اللوجيك ايرور انه البرمجيه بتتنفذ صحيح ولكن ما بتعطيني انا بدي اياه. يعني انا رحت حكيت مثلا لحدا اعمل لي برمجيه تطبع لي 10، راح البرمجيه تطبع لي 5، اوكي البرنامج بنفذ، بس هذا خطا لانه انا ما بدي اياه يطبع 5، بدي اياه يطبع 10. فلهيك بسميه لوجيك ايرور. طيب نكمل نرجع لموضوعنا. قلنا ما بصير نفصل زي هيك، حيعطي سنتكس ايرور. طيب لا يجوز ان توجد الالس بدون اف، يعني ما بزبط تحط الف مباشره بغير الف، يعني زي كانه بيقول له غير هيك اعمل لي هذا الشيء. طب شو الشرط الاساسي حتى اعمل الحل؟ ما في شرط، يعني ما في اف مش لازم يكون الف، غير هيك غلط. طيب رايت سي بلس، نحل مثال او مثالين منهم. رايت سي بلس بلس بروجرام ذات اسك يوزر تو انسيرت. حلو، قلنا احنا طوالي اسك يوزر تو انسيرت، اذا سي ان مباشره an integer number from the keyboard. بعرف integer number وخلي المستخدم يدخله مبدئياً غير ما أكمل تكملة السؤال بغير ما أقرأ، أنا عارف إيش بدي له هسه. Your program should check if the number is even or odd. If the number even, if the number is even, you must print even to the screen. Otherwise, print odd. نيجي نحله. جيت أنا حكيت عندي integer x وخلي المستخدم يدخل الرقم. حلو. جيت أنا حكيت له if إذا العدد كان even يطبع لي even، اذا مش even يطبع لي odd، لانه اكيد الرقم يا even يا odd حيكون. طيب شو قلنا شرط احنا للeven والodd؟ اخذنا على الموديولس، قلنا اذا كان الرقم باقي قسمته على 2 يساوي الزيرو، اذا هذا العدد ايش؟ هذا العدد صار even. ف see out، نحط هذول الاجمل، see out even. نقدر نستعمل backslash n، مع اني انا مش مرتاح لها صراحه، راح استعملها، حب استعمل الاند لاين، ولكن بتمشي حال، في ناس يعني متعودين عليها. else غير هيك اطبع لي see out، ايش قلنا؟ odd. اطبع لي odd end line، بصير انوع بيناتهم عادي. نيجي نجرب تنفيذ البرمجيه، لو دخلت له 3 حيطبع لي odd، لو دخلت له 2 حيطبع لي even. طيب نتأكد الزيرو شو هو في حالة السؤال، الزيرو اعتبره اذا. ننهي البرمجية. نرجع نحل مثال ثاني. طيب وين راح المثال؟ هياته. اوكي. Write a C++ program that asks the user to insert an integer number from the keyboard. حلو. Your program should check if the number is positive or not. إذا العدد موجب أو لا. If it's positive, your program should print زائد V، هاي البوزيتيف يعني. to the screen otherwise print negative. نيجي نجرب النيجاتيف والبوزيتيف. طيب بحالات زي هيك صراحه لازم يحدد لك الزيرو، يعني بهاي الاسئله زي هيك بحدد لك الزيرو، هل هي الزيرو تعتبرها بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب لانه لو دخلت له زيرو حيعطي شيء ثاني. طيب نعدل على الحل، قلنا ايش انا بدي؟ اذا العدد موجب او سالب، اف اكس اكبر من زيرو نعتبر زيرو موجب، اف اكس اكبر من او تساوي زيرو. see out قلنا إشارة البوزيتيف end line end line. اوكي else إذا ما كان موجب حيكون إيش عدد؟ see out negative سالب negative. اوكي و end line اليوم كتاب عندي بالمرة end line. تمام هيك البرمجية بتنفذ. لو دخلت له أنا الرقم على سبيل المثال 6 حيعطيني بوزيتيف، لو دخلت له 0 حيعطيني بوزيتيف لانه انا حطيته بالشرط 0 بوزيتيف، لو دخلت له سالب 6 حيعطيني نيجاتيف. برمجية شغالة 100%. نرجع ل الدرسية. Write a C++ program that asks user. تمام. نحل هذا المثال. Write a C++ program that asks user to insert an integer number. Check if the number is multiple of 5 or not. If it's multiple, print yes to the screen. Otherwise, print no. Otherwise, يعني else. غير هيك اطبع لي no. طيب احنا شو قلنا الشرط؟ انه العدد من مضاعفات الخمسه. شو كان اخذنا بالموديولس انه بمضاعفات الخمسه؟ if x باقي قسمتها على الخمسه equal 0، قلنا اذا العدد باقي قسمته على شيء بيعطيني 0، فاذا هذا بيكون من مضاعفات العدد الثاني. اذا see out يس ونعطيها end line ونطلع فاصلة مربوطة. او else غير هيك see out ايش؟ نو no. و end line
او اند خلاص تمام. نيجي نجرب مثلا العدد 20 من مضاعفاته نعم، العدد 19 مش من مضاعفاته بيعطيني لا. هيك ممكن نحل هذول الثلاث امثله، هاي الحل الموجود هون. يمكن يكون حل بطريقة ثانية، المهم نوصل حل الجواب بدنا اياه. هون هو معتبر اي شيء هو معتبر زيرو نيجاتيف هون على برمجيته. لو حليت برمجيته نفسها وحطيت زيرو حيعتبره نيجاتيف. ليش؟ لانه حكى لك العدد فوق الزيرو اعتبره موجب، طب اللي زيرو وتحت حيعتبره نيجاتيف. فعادة زي هيك لو اخذت سؤال مثل هيك اتاكد من المهندس او اللي بيعطيك اياه انه شو نعتبر الزيرو. طيب تمام، قلنا احنا بنستعمل اقواس او بدون اقواس عادي، يعني انه الالس اذا دخليها اكثر من جمله تابعه للالس بستعمل الاقواس مجعده هون بنهي واحد. فيها شيء كثير عظيم حلوه وسهله يعني بتريح الحل. طيب في عندي صيغه اسمها الاف الس اف، جمل متتاليه ورا بعض مثلا اف اذا الشرط كذا اعمل لي كذا، غير هيك اذا الشرط صار هيك اعمل لي هيك مثلا، او يعني انت بتكمل شرط ببني على شرط قبله ببني على شرط قبله تمام. طيب مثال، نعطي مثال على هذا الشيء. طيب انت رايح مثلا على الدكان بدك تجيب نوع سكر، رايح انت ببالك حكيتك مثلا اللي وصاك على السكر حكى لك جيب لي سكر الاسره، ما لقيت سكر الاسره جيب لي نادر، ما لقيت نادر ببني شرط على شرط، ما لقيت نادر جيب لي شعبان، ما لقيت شعبان جيب لي كذا، ما لقيت كذا جيب لي كذا، تمام؟ ببني شرط على شرط شيء ورا بعض. اما جمله الاف ال سي قبل شوي قلت لك اذا ما لقيتش نادر جيب اي شيء ما بتفرق، هون لا ببني لك شرط على شرط على شرط ورا بعض تمام. مش خاطر ببالي مثال اكتبه هون. تمام تمام، في مثال مثلا انه تقسيم العلامات مثلا زي المعدل انتجر اكس سي ان للاكس. طيب انا قلت لك اف اكس اكبر من or equal to 90 سي اوت امتياز اكسلنس، خلص اعتبر هاي اكسلنس اند لاين اوكي. غير هيك اذا كانت الاكس اكبر من او تساوي 80 شو تطبع لي؟ سي اوت فيري جود، جيد جدا اند لاين. عفوا هون else if else if كمل علمت else if else if تمام. برضه else if اذا كانت الاكس اكبر من او تساوي 70 سي اوت ايش مثلا جود، ناخذ بكتفي لهذا القدر او ناخذ كمان وحده بعدين خلص اند لاين. else if x اكبر من او تساوي 50 سي اوت باس اوكي، سي اوت باس. انا بهي الحاله بنيت شرط على شرط، حكيت له انه اول شيء اذا كان فوق 90 ممتاز، ما جاب فوق 90 ولكنه فوق 80 حط ليها فيري جود، مش فوق 80 فوق 70 جود، اذا مش فوق ال اذا مش فوق ال 50 طب تمام بقدر انهيها بالس. اخر شيء شرط هيك نهايه الس بقدر انهيها، طبعا انا بقدر احطها بقدر لا الس سي اوت فيلير حيكون راسب فيل اند لاين اوكي. نيجي نفذ البرمجيه تاعتي، لو اجيت انا حطيت له 95 حيطبع لي اكسلنس، لو حطيت له 85 حيطبع لي فيري جود، لو حطيت له 75 حيطبع لي جود، لو حطيت له 65 حيطبع لي باس، لو حطيت له 49 حيعطيني فيل تمام. قلنا ببني شرط على شرط، اول شيء الاولويه لهذا الشرط يتحقق، ما تحقق بنزل على الشرط تحتيه مباشره، اذا ما تحقق الشرط هذا بنزل على تحته على تحته وهكذا. بتنتهي بنتهي الحل بمجرد ما تحقق اول شرط فيهم، تحقق هذا خلاص انتهى عندي الحل، تحقق هذا انتهى عندي الحل خلاص، بنفذ البرمجه المطلوب منه وبينتهي الحل. اتاكد ان الشير صح، لو يكون قاعد فاضي لا تمام.
نشوف أمثلة على ال F L S F. طيب integer x equal 7 إذا ال x تساوي أكبر من أو تساوي 8 اطبع A، إذا ال x أكبر من 6 اطبع B. تحقق شرط؟ نعم تحقق، بطبع B خلص بضل طالع ما في داعي أكمل. أوكي خلص طالما يتحقق عندي أول شرط ما في داعي أكمل أبدا. هون المفروض يطبع B، نعم يقوم بطباعة حرف B. ال character C equal D، if C equal equal D غلط، C out high مش هيك، else إذا C تساوي تساوي B غلط، اطبع B غير هيك طبعا نم، حيطبع لي نم وينفذها ويطبع نم. تمام لأنه D capital مش زي D small والD مش B، حيطبع لي else غير هيك اعمل لي المثال. طبعا الأمثلة هذول مش كافيات للحل على F else if، راح يكون في أمثلة خابرة بآخر الدوسية حاطمة ويس، حلوهم شوفوهم سهلات صراحة، جربوا حلو بيدكم على الورق وعلى البرمجية جربوا كمان مش غلط يعني، سؤال جربوه مثل مرة هون مرة هون أو سؤال هيك سؤال هيك، يعني المهم إنك تعود نفسك على اللاب وعلى البرمجية على الحل على الورق. طيب نأخذ اللي بعده، قلنا ترنري، في عندي إيش اسمه ترنري أوبريتور. تمام ترنري أوبريتور كيف تشتغل؟ تشتغل انه انا بحط الشرط اول اشي، بحط بعديها علامة استفهام، بحط انه شو يطبع لي او شو ينفذ اذا كانت ترو وشو ينفذ اذا كانت فولس. تمام هيك بتكون عمليتها. طيب انا اجيت حكيت له عندي الاكس ايكوال 10 اوكي، اجيت حكيت له جملة الشرط الترنري الاوبريتور تاعتي، جيت حكيت له انه x اكبر من 5 على استفهام، جيت حكيت له x equal x زائد 10 5 نقطتين فوق بعض، غير هيك x equal x سالب 3. تمام ما بعرف في اشارة بالنهاية، ما عملت جربتها صراحة حيعطيني ايرور. طب ليش لو حطينا هيك بنفذها؟ نعم يمكن لازم احط، نعم لازم احط هذيك. حلو هسه هو نفذ العمليه بس انا مش حاكي له اطبع لي شيء، لو حكيت اطبع لي اكس هون بالاول وحكيت له اطبع لي سي اوت اكس بالاول تمام، اكس الاولى اللي راح يطبعها راح تكون قبل التعديل واكس الثاني بعد التعديل. لو شو عمل هنا؟ شاف الاكس شو 10 راح على الشرط، هل 10 اكبر من 5؟ نعم، نفذ مباشره هاي الجمله. تمام مباشره نفذ هاي الجمله، فايش عمل؟ اخذ ال10 زاد لها 5 وطبعها، اخذ ال10 زائد 5 وطبعها بعدين من تحت طبعها. لو دخلت له رقم ثاني على سبيل المثال 4، في شيء غلط صار اوكي، لو دخلت له 4 ايش في دقيقة برمجية ضربت ولا ايش في؟ علقت البرمجية معي دقيقة، ناخذ الكود كلياته ونسكر البرمجية ونفتح برمجية جديدة بس من هون. لو اخذت الكود نفسه وجربته على انتي بروجكت نيكست كرييت حيعطيني، قلنا دخلنا 4، الـ4 اقل من الـ5، هاي الحالة شو راح يعمل؟ راح يروح على الفولس اللي هما بعد النقطتين الرئيسيتين. كانت عندي الجملة اللي هي انه x تساوي x سالب 3، فبتصير x عندي كم قيمتها؟ 1، حيطبع لي 1 على الشاشة. اول شيء حيطبع لي 4 بعدها 1، صار في عندي غلط بالبرمجية. اوكي نرجع اخر مرة لهون، سكر لي هاي دقيقة. مش عارف مال البرمجية بالمرة علقت بس مش مشكلة بنكمل من غيرها هسه مبدئيا. تاني اوبريتر هاي فكرتها بس، نيجي هون نحكي 2 اكبر من 5، ناخذ هذا المثال مباشرة، هل 2 اكبر من 5؟ لا، روح اطبع لي فولس. تمام بقدر استعملها زي هيك سي اوت وخذ لي الناتج من هون.
تمام هيك بستعمل السي اوت وخذ لي الناتج من هون او بقدر اتوقع ان احط السي اوت من جوا بس ما جرب صراحه بس بجربها ونشوف تمام clear all joins مش عارف ما البرمجيه علقت طيب ناخذ مثال بعديه اثنين اقل من خمسه نعم بيطبع لي الاي تمام هو مش انه طباعه بس بقدر استعملها زي ما انا استعملتها قبل شوي جميع طرح اي استعمال ولكن هو مستعملها طباعة integer x equal 2 y تساوي 3 z تساوي x حلو هون ما اعطي مثلا انه اعطيني z قيمتها للناتج اللي هون باجي بشوف ال x اكبر من y الاثنين اكبر من 3 لا اعطيني الفولس 20 اذا z تساوي 20 حيطبع لي z 20 تمام هذا مهم مثال حكي عنه خلينا نشوف ايش وضعه integer x تساوي 55 integer y تساوي 35 if x اقل من y حلو ناخذ true او false هذا المثال مشان نتابع جملة الاف هاي حتكون x اقل من 30 عفوا x اقل من y 55 اقل من 35 لا شو بيعطيني بيعطيني true تمام مش انه هذا false لا انا باخذ اللي عندي هون باخذ شو موجود حيعطيني true if true cout high حيطبع لي high اذا سوف اطبع هاي تمام ركزوا مش انه يضحك عليك انه حاط لك الجواب هاي فولس وانت تفكر ان الجواب الاف فولس لا الفولس للتيرنري فقط فبياخذ الجمله الثانيه تمام خدعه حيكون انه حاط لك اياها ترو انتبه والترو بتصير الجمله الاف فبتصير الاف ترو بنفذ الترو بالاف تمام سي اوت باي اند لاين اوكي من طرق الاسئله الشائعه عندهم بالماده كانت انه حول لي مثلا جمله الاف لجمله ترنري او جمله ترنري الاف كانت كثير تصير بحكي لك convert the following codes from ternary operator to if else statement ها انت بين حاضر لك if else وليس if else if او if لحالها integer x equal 5 y تساوي 3 طيب نشوف c out هذول برمجتنا بخلفهم c out ايش a او b إذا كانت الـ x أقل من y إذا كانت true اطبع لي a إذا كانت false اطبع لي b نروح ننفذ الحل إن شاء الله شغل ماي برمجية بس حجربها آخر مرة حجربها معطيني من عبود إن شاء الله عاد تنفذ ماي برمجية إذا ما اشتغلت حاشتغل أونلاين غالبا أوكي مثلا أوكي اشتغلت برمجية تمام نيجي قلنا إيش الشرط اللي صارت عندي إنه انتجرين انتجر x equal 5 و y equal 3 انا مش مخربط صح حكى لي انه اطبع لي a اذا كانت الجمله هاي true اطبع لي b اذا كانت الجمله هاي false يجب احكي له if x اقل من y كانت نعم x اقل من y c out ايش a اعتقد نعم end line else c out B. اوكي. هيك حيعمل نفذ لي البرمجية. اوكي ليش اند لاين هيك انا حاطه كابيتال. طبعا مهم تكون سمول. شو طبع لي؟ طبع لي B. لأنه الإكس أقل من Y؟ لا. الخمسة مش أقل من ثلاثة. حيطبع لي الإلس حيطبع لي B. هذول نفس الشيء لو جربناهم مثلا كاركتر X بناخذ الجملة هاي زي ما هي. إذا الإكس تساوي الإف بيختلف طبعا برضه حيطلع لي بي لازم سي اوت اي نجربها نيجي احكي له كاركتر كار اكس ايكوال اعطيه هيك ايون اف حلو اف اكس ايكوال الاف كابيتال هو اتوقع عكسهم صح مش مشكله المهم الشرط ما يتحقق سي اوت A else C out B برضو حيتحقق ال B لأنه الشرط ما تحقق تمام؟ اوكي انا اخذت الجملة نفسها اخترت شو عملت انا مو هو لازم احولها لترنري سوري انا اخذت الجملة نفسها مش ببالي الموضوع فكرت ترنري قاعد بحل حولها لترنري كاركتر x equal f c out قلنا يطبع لي
قلنا إذا تحققت ها x إيش equal equal f هون هاي الاف بين هاي كابيتال. أوكي إذا تحققت أول شيء بحط إذا تحققت اطبع لي إيه اطبع لي إيه يلا أوكي غير هيك إذا ما تحققت اطبع لي بي أوكي خلاص نقطة وننهي حيطبع لي بي ما تحققت حيطبع لي بي أوكي هيك بحول بين الإف إلس للترنري أو بين الترنري للإلس نرجع للدوسية حلو هذول الأمثلة أنتم شوفوهم نفس المبدأ نفس الفكرة كله ما فرق شيء نشوف إيش ضايل أوكي سويتش ستيتمنت نرجع لجملة النستد إف جملة الإف بتصير إف جوا إف جوا إف تمام نعطي مثال عليها جملة الإف جوا الإف ناخذ مثال هذا مثلا انتجر إكس تساوي 20 واي تساوي 30 إف الواي أكبر من 20 ادخل على جملة الإف مبدئيا بعديها بنفذ اللي جوا برجع بشوف الإكس أكبر من 15 نعم اطبع لي إيه حلو الإلس هاي تابعة للإف الأولى هاي عفوا للإف الثانية يعني مباشرة الإلس تابعة للإف اللي فوقيها مباشرة دائما أول ما تشوف إلس تابعة للإف اللي فوقيها تمام هاي تابعة لهاي بأنه هاي تابعة لهاي هاي راح تتبع لهاي حلو الحلو بالبرمجية أصلا لما تستعمل جمل زي هيك مثلا انتجر x equal 30 y equal نفس الشيء 30 وحكى لي f x y أكبر من 15 f x أكبر من 15 كمان مرة c out a and line else c out b and line else c out other أي شيء طلع من هون and line هاي بس تكون هون هاي هيك وهيك برمجية 100% تمام شو اللي بيمشي انا عندي بالبرمجيه هاي نشوف من واحده واحده انا حكى لي الواي كم 30 الاكس 30 الواي اكبر من 15 نعم طالما اكبر من 15 ادخل لي نفذ لي اول جمله بتشوفها بعدك صح هيك قلنا الاف اذا ترو بتنفذ اول جمله بعدها شو اول جمله اف برضه جمله اف بيمشي لي هسه بجمله الاف لازم انفذها الاكس اكبر من 15 نعم بيمشي بيكمل تنفيذ حلو x اكبر من 15 شو بيعمل؟ بيطبع لي a الاكس اكبر من 15 نعم بيطبع لي على شاشه المخرجات a بيروح على جمله الالس هاي لا ما بيروح الهاش ليش؟ لانه الشرط هذا خلص تحقق انا قلنا اذا الشرط تحقق ما بروح على الالس ابدا فحيطلع طلعنا من هون يجينا لهون الالس هاي لمين تابعه؟ تابعه لهاي هاي بنفذها للالس برضه لا ليش؟ لانه هاي الاف تحققت برضه هاي الاف تحققت اذا الالس تاعتها ما بنفذها والاف هاي تحققت الالس تاعتها ما بنفذها طيب نغير شوي بالارقام لو جيت انا حكيت لك الاكس اعطيني اياها 14 على سبيل المثال عفوا نجرب 30 شو حيطبع لي ما جربناش حيطبع لي قلنا ايش اي ويطلع صح طبع لي اي وخلص وطلع طيب لو قلنا نعدل هذا الرقم ل 14 حلو بحيث اني اعمل اقل من 15 ما بدي الناتج يجي للحل. الواي اكبر من 15 نعم الواي اكبر حيدخل على جمله الاف قلنا هاي نفذت هاي مباشره الغيها من عندك خلص ما في داعي اشوفها حتى لانه هاي تحققت. بدخل الاكس اكبر من 15 لا هاي ما تحققت بروح على مين؟ على الالس لانه هاي ما تحققت بروح على الالس يطبع لي بي على الشاشه. اوكي؟ وقلنا هاي بشوفهاش فخلص clear all drawings نجرب الحل نجرب اوكي حيطبع لي زي ما انتم شايفين طبع لي هون بي وخلص طيب ناخذ مثال ثاني نعدل هاي لايش؟ ل 14 سيم سيم ونعمل نشوف ايش حيعمل الاف اكبر الواي اكبر من ال 15 لا اذا لا تدخلش هون ابدا اصلا هذا كلياته لا تفكر شو تفوت له كل الجملة جوا جملة الإف لا تقرب عليه أصلا تمام؟
بروح مباشرة على الالس لأنه الشرط اللي عندي ما تحقق بنفذ الالس حيطبع لي أدر. أوكي؟ نيجي ننفذ البرمجية نشوف إيش نفيثها حيعطيني أدر. أوكي؟ هاي حالات الاف الس عفوا النستد اف. أوكي؟ يمكن في حالات ثانية سنشوفها بالدوسية إذا موجودات بس هذا المثال زي أخذناه قبل شوي. أوكي؟ التغيير في الأرقام نفس ما كنت أغير بالأرقام أنا مرة أحقق شرط أول مرة ثاني مرة حسب كل مرة أغير شرط. أوكي؟ كان ثلاث حالات صح ومو يب زي ما أخذنا ثلاث حالات كانت أول حالة بنفذ الإف الأولى والإف الثانية مباشرة الحالة الثانية بنفذ الإف الأولى الثانية بروح نفذ الإلس الحالة الثالثة بنفذ الإلس مباشرة. طيب تمام بضلش أنا عندي هون غير switch statement بعديها ببلش باللوب. حلو تقريبا خلصنا مادة الفيرست ده الموضوع اللوبس اللي هو موضوع شوي زنخ ولكن بريحك بالحل حلو مش زنخ حلو. طيب جملة السويتش جملة السويتش تخيل حالك انت فايت على اذا حدا عمره راح على تعيد زين مركز زين في عندهم الستاند اول ما تفوت حط لك زي خيارات صح هيك دخل رقمك اول شيء بعدين تختار من الخيارات انت مثلا تختار الخيار الاول تكبس عليه صح اذا كبست على الخيار الاول بنزل لك اشياء ثانيه اذا على الاول بنزل لك شغلات كبست على الخيار الثاني بنزل لك شغلات ثانيه يعني انت بهي الحاله زي كانك انت دخلت للمستخدم عفوا للبرمجيه رقم وبناء على هذا الرقم هو تصرف معين تمام شوف كمان امثله زي هيك اسهل مش خاطر على بالي صراحه هسه ولكن اذا خطر على بالي بحكي لكم عنها جملة السويتش هي زي مبدأ الخيارات فعليا يعني زي كأنك انت قاعد على منيو اكل وحتختار خيار اول خيار ثاني خيار ثالث انت ايش بدك الخيارات تمام على هذا المبدأ نمشي. طيب كيف كتابتها جملة السويتش؟ جملة السويتش بتشتغل هيك نكتب سويتش كيف هناك نكتب اف هون نكتب سويتش سويتش للشغلة اللي بدي اياها سيلكتر اوكي للشغلة اللي بدي اياها المتغير اللي بدي اياه متغير بيكون يا انتجر يا كاركتر فقط لا غير هيك حيعطي ايرور اوكي يا انتجر يا كاركتر. طيب ان كيس اذا كانت الفاليو قيمه معينه عفوا كيس انا هون بحط قيمه معينه تمام بحط مثلا اذا كنت مختار انتجر بصير احط له ارقام مثلا بحط 1 2 مثلا رقم 1 خيار 1 الخيار 2 الخيار 3 اذا احرف مثلا خيار A خيار B خيار C وهيك اوكي. البريك ليش بتيجي؟ بعد الجملة بتيجي بريك، البريك لحتى أنا أوقف الحل، إذا البريك مش موجودة واخترت الخيار الأول هون افرض أنا عندي ما في بريك واخترت الخيار الأول راح ينفذ الخيار الثاني مباشرة، أوكي؟ يعني بمعنى آخر إنه إذا أنا نفذت شغلة ما فيها بريك حيضل يمشي بالخيارات التحتية لحتى يلاقي أول جملة بريك، يعني أنا هيك اخترت الخيار الأول ما في بريك نزل راح نفذ لي الموجود هون بعديها راح نفذ خيار الثاني خيار ثاني لقى جملة بريك خلاص بقطع الحل بيوقف أوكي ليك بالعادة أنا بحط بعد كل خيار بحط جملة بريك لحتى أوقف الحل تاعي. نأخذ مثال هذا نحله هناك أوكي. نخلي مثلا المستخدم يدخل رقم انتجر x cn يا مستخدم دخل x باجي بحكي له switch جملة محجوزة راح تتلون شكلها تلونت نهدي او شيء هيك لانه واضح switch للسلكتور للاشياء انا بدي اياه يتغير بنزل اوكي switch بفتح الاقواس المجعدة هذول كلهم تبعات السويتش باجي انا بحكي له كيس اذا كانت السويتش مثلا الرقم 0 اوكي نقطتين رأسيتين إذا مش خربط نعم تمام مثلا see out option 0 أوكي مشان نشوف إحنا إيش تنفذ عندي من الحل option 0 break case 1 افصل بين الكيس والرقم علامتين نقطتين فوق بعض هذول الرأسيات اوكي انا بفضل بعادة هيك يكون الحل
تمام وهيك وهاي مشي لنا هون تمام. كيس 1 وبريك اوت. كيس 1 نفرض انا عندي خيارات معينه بعد بحكي له هو المفروض يكون في اشياء هون جوا جمل بس انا عشان نشوف ايش تنفذ عندي بجي بحكي لك اوبشن 2 اوب 2 خلاص نسال للكتابه والوقت بقدر اجي اعمل انا كوبي حلو فيها انه طايحك شوي بالكوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست مثلا انا هون عندي كيس 2 كيس 3 كيس 4 وخلص انهي لي لهون وبس اوكي هاي مع مين تابعه هاي مسحها يمكن يعطي ايرور اذا مسحتها اوكي هي تابعه لجمله السويتش الاولى خلص للجمله الاساسيه الكبيره نفذ البرمجيه بس بعد ما اعدل هاي ل 2 وهاي ل 3 وهذه ل 4 وهون عندي هاي ل 1 خلص ان شاء الله هي صح تمام نفذنا نيجي ندخل 0 حيعطيني ايش اوبشن 0 ايش اللي صار عندي جمله جيت عندي عرفت انتجر اعطيته قيمه اكس حلو السويتش للاكس باجي انا كاني بحكي له شوف لي هاي قيمتها شو واعتمد لي بناء عليها شافها صفر اوكي نزل هون اول شيء هل الصفر تساوي الصفر هاي هل الاكس تساوي هذه القيمه نعم اذا ندخل على الجمله سي اوت اوبشن 0 نفذ لي جوا الجمله بريك بعديها عمل بريك انهى لي جمله السويتش لهون وقطع خلص هذا كله تحت باعتبار ما شافه اوكي كلير الدرونز لو اجينا نغير الرقم لو حطينا واحد حيطبع لي اوبشن 1 واوبشن 2 اوكي ليش نروح نشوف انا ايش اللي صار عندي حلو اللي صار عندي انا مش حاط جمله بريك انتبهتوا ايش اللي صار انا هون مش حاط جمله بريك طبع لي اوبشن 1 واوبشن 2 شو اللي صار اجى على القيمة x انا عندي x تساوي 1 اعطيتها بالمستخدم هل ال x تساوي 0 لا انساني هذا كلياته مثاليه لا عاد هيك مش بصير بعديها بينزل هل ال x تساوي هاي نعم الواحد تساوي 1 سي اوت اوبشن 1 حيطبع لي على الشاشه اوب 1 كمل في عندي شيء وقفني او شيء قال لي خلص اطلع من البرمجيه لا تكمل حل اطلع من الكود لا بينزل على كيس 2 شو عندي بكيس 2 اوبشن 2 اوبشن اعتبر اني كتبتها كامله اوب 2 اوكي صار عندي اوبشن 2 انزل لقى جمله البريك يعني انا في شيء قال لي خلاص بكفي شغلك لهون واطلع لهيك هذا تحت مش حيشوفه هو فعليا نفذ لي كيس 1 وكيس 2 فطبع لي اللي شفناه اللي هو الاوب 1 والاوبشن 2 كتبت انا هيك كاتبهم لما دخلت واحد اوب 1 واوبشن 2 طيب لو دخلت له اثنين حيروح يطبع اوبشن 2 لحالها لان انا عامل ايش؟ انه خلص انهي واربعه لو قلت له حيطبع لي نفس الشيء اوكي؟ طيب على سبيل المثال انا حكيت له خمسه ما عمل شيء ليش؟ الخمسه ولا واحده من الكيسز هذول الموجودين عندي فيها ايش؟ الرقم خمسه يعني ولا واحده منهم بتنفذ لي اياها لهيك طلع عندي بشيء ايش اسمه؟ الديفولت، الديفولت اللي هو زي شغله الالس يعني زي كانك انت اذا ما تنفذش عندي شيء نفذ لي هاي الشغله طلعوا لي بشيء اسمه الديفولت هياته انسوا لي انا كتبت هذا ديفولت اذا مش غلطان كتبتها نعم ديفولت شو تعمل؟ بس اتاكد منك استعمالها نعم نفس الاستعمال ما تفرقش يلا ارجع اوكي ديفولت نفس الاستعمال نفتح الاقواس سي اوت نون اوف ابوف ولا واحده من اللي فوق اند لاين اوكي نعمل لو دخلت له سته ولا واحده منهم نون اوف ابوف اجي احط هون بريك حطيت بريك ولا ما حطيت بريك ما بتفرق شيء لانه الديفولت تتحقق متى؟ في حاله ما تنفذ شيء من الفوق بيجي اخر شيء على جمله بريك خلص بينهي تمام؟ طيب شغله حلوه صحيح يعني لو انا حطيت بريك وما حطيت نفس الشيء مثلا نجرب سته نون اوف ابوف لو جيت انا حكيت له بعد جمله البريك حطيت شغلات مثل سي اوت افتر بريك شو بيعمل في هاي الحاله؟
after break in line. اوكي نجرب نطبعها. دخلت له رقم 6 على سبيل المثال. none of above طبع الافتر بريك لا. ليش؟ لانه خلص البرمجيه قالت لي اطلع من هون مباشره، يعني ما لحق يكمل الكيس ديفولت، هذا الحكي ما شافه. اوكي والبريك نفس الشيء لو استعملته هون، لو جيت حكيت مثلا انا عند اوبشن 2 جيت حكيت له سي اوت اكسترا 2 اند لاين ونفذ تمام. جيت اوبشن 2 حيطبع لي اوبشن 2 فقط بدون الاكسترا، لانه البريك موجوده طلعتني من جمله السويتش. اوكي هاي جمله ال جمله السويتش. بقدر طبعا قلنا استغني عن هذا الشيء ايش بكاركتر كاركتر اكس، اجي احكي له دخل قيمه اكس وبصير اعتمد على ايش على احرف وليس ارقام اي بي. اوكي بس ليش انا عندي غلط؟ يمكن لو حطيت له هيك يصير صح. نعم هيك بصير عندي صح، لانه انا قاعد اتعامل مع كاركترز وقلنا كاركتر بعمل لهم رموز بعملهم بهاي الطريقه بسنجل كوتيشن دي اي بي سي اي. اوكي خلص لهون اعتقد خلصنا تمام. لو جيت انا هون هسه شغلت البرمجيه ودخلت له ايه حيطبع لي اوبشن 0، لو دخلت له بي حيطبع لي اوبشن 1 واوبشن 2، لو دخلت له اتش اللي هي ولا وحده حيطبع لي نان اوف ابوف. اوكي قلنا بس انتجر وكاركتر، ما بقدر استعمل لا دبل لا فلوت لا بوليان، بس هذول الخيارين انتجر والكاركتر. بالعاده بيكون برضه سؤال منهم هيك الاسئله حط لك هون دبل حيعطيني سينتاكس ايرور تمام. لو انا جيت حكيت هاي مش كاركتر حكيت له دبل اوكي حيعطيني ايرور مباشره تمام. باجي اكتب هون اشوف شو الايرور. لو انا بدي اجي اقرا الايرور بيحكي لي expression must have integral or enum type. enum type اللي هو اعتقد كاركتر هياته. اوكي بيحكي لي ممنوع الدبل. طبعا الصحيح للي بحب مثلا يشوف الايرور ساعه تقدر تعمل سيرش على هذا الايرور الكود هذا، تقدر تعمل تشوف عليهم يعطيك حلول حلول مقترحه عاده، يعني تقدر تشوف الايرور ساعه من هون. مرات بيعطيك warnings انت محول من قيمه لقيمه بنبهك انه انت محول هذا السطر بهذا الشيء بيقول لك. طبعا بالنسبه للايرورز بيعطيك باي سطر باي لاين باي مكان، هو مثلا لاين 9 يعطيك على السويتش وعلى 12 برضه معطيك هون، لانه بحكي لك لازم ايش هاي تختلف القيمه عن هاي. اعتقد لهون بس نشوف الامثله نحلهم ونطلع خلص. نحل مثال مثالين نحل هذا، تعال نجرب نحل هذا. انتجر اكس يساوي 5 سويتش اكس، كم قيمة الاكس؟ أول شيء 5. هل الاكس تساوي الاثنين؟ لا. ما لا تطلش على هاي كلياتها طل أصلاً. لأن هاي لو قلنا الاكس تساوي اثنين. اللي كيس 2. أوكي، كيس 3 هل الخمسة تساوي 3؟ لا تطلش عليها طل. هل الكيس تساوي 5؟ صح. أنا هون بلشت أشغل صح. سي أوت سي، طبع لي على شاشة المخرجات سي. عمل بريك عمل خلص وقف لي هون هذا كله لا تطلع عليه. خلاص بس بيطبع لي سي وانهي لي الحل. اوكي حيطبع لي سي على اساس المخرجات وخلص. اذا سوف يطبع سي. طبعا هذا شرح ليش طبع سي. نيجي ناخذ مثال ثاني اكزامبل ثاني. كاركتر اف ايكوال بي سويتش بلس بلس اف. حلو انا عندي كاركتر هون هيك كار، من طبيعتي لما اجي احل صراحه باجي بحط كل متغير وشو نوعه فوقيه وشو قيمته. هاي ايام كنا نحل على الورق، هسه بما انه كله الكتروني بيخلف شوي، فلما كنت احل على ورق زي هيك عشان اميز ايش الرموز وايش قيمهم. كاركتر اف ايكوال بي، انا حكيت لهم جواتها بي سويتش بلس بلس اف، زيد لي قيمه الاف. اوكي شو بتصير؟ سي كيس هل بي؟ لا لا تشوف ليش هاي كلياتها كيس سي. هاي كنت هون سي كابيتال، هاي سي كابيتال، هاي ما بتتنفذ برضه، هاي انسوها. نسكر ننزل كلير اول دروينجز، بس ما بدي امسحهم كلهم صراحه، بدي امسح هاي بس. احنا قلنا سي سمول عندي القيمه. اوكي كلام يا رب يمسك. اوكي
هاي تبع الجمله فوقيها ديفولت، الديفولت حيطبع لي نن. اوكي قلنا سي سمول لا تساوي سي كابيتال، حيطبع لي نن. اوكي example with note very important. تعال نشوف هذا المثال بيحكي لنا عنه مهم، نجرب نحله سوا. integer x equal 5، اعطيني القلم. integer x int x equal 5 case 4، لا لا تشوف ليش هاي كلياتها. case 5 يب باخذها، ايش اعمل لي على الشاشه اطبع لي بي، حيطبع لي بي. في شيء وقفني عند case 5؟ لا، حينكمل ماشي بيطبع مباشره، يعني خلص هسه اذا كان بطل اشوف الكيسات بصير اشوف ايش جوا الكيسات اذا ما في بريك. اوكي انا طالما دخلت على اول كيس ببطل انتبه للشرط، خلص بكمل البي، ما لقيت بريك ما وقفتني كملت. سي اوت سي سمول، بطبع سي سمول، لقيت بريك نعم خلص لهون وقف لي حل ولا تطلع على شيء ثاني. اذا المفروض يطبع لي بي كابيتال وسي سمول، نشوف هيك يطبع لي ولا لا. هاي سي سمول ولا كابيتال اصلا؟ السي هاي المفروض سي سمول. طيب يدخل اليها الجزء 2، يدخل اليها ويطبع بي، لكن لاحظ عدم وجود كلمه بريك، لهذا السبب عند عدم وجود بريك يستمر بالتنفيذ. لحتى يحقق اول يعني شرط من شرطين، الاول يلاقي جمله بريك، اما الثاني انه خلص ينهي ما يضل جمله سويتش، يعني يوصل للديفولت ويطلع او ما يكونش في الديفولت وخلص يضل طالع. حيطبع لي سي، هو المفروض سي سمول، هو غلطان او انا مش شايف صراحه يعني واحد من الاثنين، او يطبع سي ويتوقف لانه وجد بريك، اذا نقول له بيطبع بي وسي. هذا المثال very important note، تشوف شو ماله. عندي دبل زد قيمته 7، اوكي سويتش اكس زائد 3، طب هذا غلط مباشره، غلط لانه انا ما عندي قيمه للاكس. نشوف هو ايش في باله، ثواني. قلنا انتجر زد دبل زد ايكوال 7، سويتش اكس زائد 3، كيس 7، ليش؟ صراحة هذا المثال كلياته غلط، انسوا المثال هذا، فيه شيء غلط. وفي بباله فكرة يوصل فكرة انه اعتبر لي كيس 11 تساوي كيس 10، اوكي؟ يعني انه اذا دخلت 11 زي كاني دخلت 10. اما اذا دخلت 10 مش زي اذا دخلت 11، اوكي؟ لانه اذا دخلت 11 بيجي على كيس 11، فيش جواتها شيء، بضل طالع على كيس 10. بضل طالع وين؟ على كيس 10، بيطبع لي بي ويطلع. ولكن هون المفروض هاي اكس انتجر وهاي اكس، اوكي؟ لحتى يصير هذا الحكي. طيب نشوف ايش هو كاتب. قيمة سلكتر تساوي 10، اذا من المؤكد انه سوف ينفذ كيس 11 وكيس 10، اذا سوف اقوم بطباعة بي واتوقف جزء البريك. ولاحظوا جزء البريك اختياري، طبعا البريك قلنا اختياري فيش داعي تحطه فيه، تقدر تحطه فيش داعي انك تحطه هذا نفس الشيء. ولا يشترط وجوده كما في المثال السابق، لا يجوز وجود اكثر من كيس داخل جملة سويتش، انه وجود اكثر من كيس نفس القيمة. اوكي شغلة ما نبهت عليها صح، انه ما بصير نرجع بس لعد النام نضبط تعديلنا. شغله حيعطينا عليها ايرور مباشره، جيت حكيت له هون كيس واحد مره ثانيه مباشره حيعطي ايرور. ليش؟ انا عندي كيس واحد بالاساس، اي واحد انفذ هاي ولا هاي، ما بتيجي بتقول بنفذ الاولى، لا غلط، لازم يكون كل واحده فريده من نوعها، حلو؟ ما في يتشابهوا، مثلا كيس 1 كيس 1 ممنوع يتشابهوا، غلط هذا. التحويل ما بين conversion between switch statement and if else if statement، احل منهم ولا تجربوا؟ طب بحل منهم مثال او مثالين وانتم تجربوا الباقي برضه. convert the following codes from switch statement to else to if else if، انا ححول اول واحد وخلاص. integer x يساوي 7، طبعا التعريف حيظل نفسه، نحل البرمجيه، نحل هون بدون برمجيه. switch x، اوكي if x equal 5، if انا هيك بنظر لها، يعني باجي بنظر انه هل x تساوي 5، انا هيك بقارن if x equal equal 5 شو تعمل؟ سي اوت a، سي اوت a اعتبروني حاط اند لاين والاشياء هاي، بريك بعديها اللي هي نفس الالس، لانه الالس اصلا مباشره حالها بتعمل بريك يا جماعه، تمام؟
الاف والالس خلص طالما تنفذ الشرط خلص بضل طالع، يعني ما في داعي تحطه بريك بعد الاف، واذا حطيتها بيأثرش يعني عادي بينفذ بريك وبضل طالع. اف اطبع لي قلنا ايه الس اف اكس ايكوال ايكوال 7 سي اوت بي الس اف عفوا لا اطبع لي ايه هاي ليش احط بي هاي ايه سوري تمام ننزل شوي تمام ديفولت طالما قلنا احنا الديفولت الديفولت بنعاملها معامله الالس يعني خلص زي كانها اخر خيار الس يعني هاي تكمله الحل هون الس ايش سي اوت نم حيعمل لي هذا نفس الحل اللي فوق اوكي نفس جمله السويتش جربوا حلوهم انتم بايديكم وشوفوا ايش بصير معكم وزي ما قلنا اي شيء تحتاجوه ابعثوا على الجروب وبس جمله اللوبس نبلش فيهم بكره اليوم بعدين بعرف الصراحه ببلش فيهم بكره وبعده وبس لا هو اخر موضوع اللوبس وبنطلع من ماده الفيرست ان شاء الله يعطيكم العافيه جميعا وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو